السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين، وأهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج أرض السواد عبر قناة الأيام الفضائية. اليوم محور حلقتنا يخص المياه العراقية، ولكن اليوم بمنظور الضرر الكبير اللي قاعد تتعرض إليه هذه المياه. احنا مثل ما تعرفون احنا بأزمة قاتلة بسبب اليوم ضعف واردات مياهنا، إن كانت اليوم مصادر داخلية القليلة والمصادر الخارجية الكبيرة جدا، ولكن للأسف حتى هذه اليوم الكميات البسيطة والقليلة اللي قاعد تدخل إلى البلاد من شمال العراق إلى الجنوب قاعد تتعرض لكثير من التهديدات، إن كانت مثلا تجاوزات وغيرها. والخطر الأكبر هو التلوث الكبير اللي يحصل بيها، تلوث إن كانت مخلفات طبية، مصانع، معامل، دوائر خدمية، حتى اليوم من الزراعة مثل عودة مياه البزل إلى الأنهر الرئيسية. مثل ما تعرفون هذه المياه محملة بالكثير من الكيمياويات والأسمدة وغيرها من هذه المواضيع، وترجع إلى مياه دجلة والفرات إن كانت مثل من المشتقات النفطية. وتعرفون صعوبة هذه الأمور بتحليلها وتفتيتها، وإحنا للأسف نعيش بأسوأ السنوات بموضوع التلوث. محافظات عديدة تأثرت من هذا الموضوع، وأبرز محافظة هي محافظة البصرة وحتى العاصمة بغداد. طبعا راح نناقش كل هذه الأمور مع المهندس أنعم ثابت، معاون مدير عام دائرة التوعية والإعلام في وزارة البيئة. أهلا بك أستاذنا العزيز. أهلا وسهلا قناتكم الموقرة. ربي يخليك. مشكورة على استضافتي في مثل هكذا برامج اللي توعي الناس في موضوع التلوث البيئي بصورة عامة. نعم استاذنا العزيز، خلي اليوم حتى المشاهد يعرف مصادر تلوث المياه. دائما يعني اهلنا قبل يسولفون ان هذا كان المي نشرب منه، هذا المي كنا نسبح به، نغسل بماعيننا به، ملابسنا وغيره كان نظيف. تحول هذا الموضوع هسه اي شخص، اي مواطن لما يمر من نهر دجله حتى يشتم روائح كريهه بمختلف اليوم المدن المحافظات. شنو الأسباب اللي وصلت حال نهر دجلة والفرات إلى هذا الوضعية؟ اللي وصل حال الأنهر العراقية هي الأيادي العراقية نفسها، يعني أيادي الشعب العراقي. ما أقول يعني هي بصورة مباشرة متعمد يروح يذب أوساخ أو كيمياويات أو هذا، لكن الأنشطة الصناعية والخدمية اللي تم بواسطة المواطن هي اللي وصلت المصادر المائيه بصوره عامه السطحيه، منها الانهر، الفروع، قصدي الفروع والترع، المياه الجوفيه، هي من عمل الانسان. يعني مخلفات الصناعه العراقيه او مخلفات الخدمات العراقيه، ما هل نقول مخلفات الانشطه الصناعيه ومخلفات الانشطه الخدميه. نعم. اللي هي تشمل من الانشطه الصناعيه تشمل قطع الكهرباء، توليد الكهرباء، قطع الصناعة، قطع وزارة النفط والتصفية والتكرير. بالنسبة للخدمية نقول قطع المجاري البلديات وضعف أنظمة المجاري الموجودة بالعراق، يعني خلينا نقول مو القنوات المجاري، وإنما هي منظومات اللي مفروض تأهل المياه المجاري أو تصفي المياه المجاري، هي قايمة تصير ملوثة بسبب انعدام كفاءتها أو تقادمها، عدم كفايتها مع التجاوزات السكانية الموجودة في محافظة بغداد خاصة. نعم استاذ علي. زائدا المستشفيات أو المؤسسات الصحية لها دور، وهذا سبب كله، يعني سبب كله أنه احنا ما نلقي الضوء على أنه ما نلقي اللوم على أنه الجهة هذه، لانه دا تنتج هيك نشاط دا تلوث، والعالم كله يشتغل هيك نشاط، بس المشكله هاي انشطتنا وهي حكوميه تكاد تكون ب 90% تفتقر الى وحدات معالجه قبل الطرح. نعم. ان كانت موجوده وتقادمت كانت صغيره وبعد ما تستوعب. اريد حتى نعرف نقطه، انه مثلا مياه الصرف الصحي انه هي من سابقا يعني لازم انه شلون نقول انه تدخل وحدات معالجه وترجع الى النهر. طبعا الان ايش دا يصير؟ اللي دا يصير هسه انه هذه الوحدات المعالجه مو كافيه، يعني اخر وحدات معالجه ببغداد هي بالثمانينات، مشروع الرستميه والمشروع الثالث كان في وقت الجديد،
وشوف من 85 لحد 2023 ما صار اي مشروع لتصفية هذه المياه الصرف الصحي. نعم. ولا صار ب اكستنشن يعني نقول خلينا نقول توسعه على من يستوعب مياه. فبقى المشروع مثل ما هو، البايبنج مالته نفس ما هو، الوحدات المعالجة نفس ما هي، وبالتالي كميات هائلة من مياه الصرف الصحي تجي من بغداد. شنو السبب انه هاي السنوات كلها ما اشتغلنا على هذا الشيء؟ والسبب هو يعني انا ما اقدر احكي عن بقية الجهات. صحيح. هل هي مكلفة؟ لا هي مو مكلفة، بس مع الأسف يعني ماكو إرادات خلينا نقول بالجهات القطاعية، مو بس يعني الصرف الصحي، مو بس المجاري، حتى بقية الوحدات المعالجة بالمصافي بالمحطات الكهرباء ماكو إلها فد يعني إرادة إنه تستبدل أو تتوسع أو تنضاف إنها خدمات جديدة، تكنولوجيا جديدة. ماكو وزارات تقول يا بل مدى تكفيني التخصيصات، وزارات تقول يعني الروتين وما روتين. عموما بس هو هاي كلها تبريرات. السبب مجرد انه هذه الوحدات المصرف الصحي اللي هي مثال عليها، خلينا نقول محطات الكهرباء الوحدات المعالجة الموجودة بها قديمة، مصافي النفط اللي بها وحدات معالجة كلها تقادمت ولم يصير لها توسعة ولا تحديث. نعم. وبالتالي هذه المياه المصرفة ما راح تلقى في الطريق تصريف جديد، مجرد الآلية القديمة، او قد في مرات اصلا ما تلحق يعني محطات التصريف الصرف الصحي توصل المياه يعني، بس ما تلحق اي معالجه لان رسن يصير اوفر فلو ينزل للشط. طبعا احبه المشاهدين، عندنا فيديو يوضح الكثير من المعلومات عن موضوع تلوث المياه داخل العراق. خلينا نشاهد هذا الفيديو وراجع. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين. رقم 700,000 متر مكعب تمر إلى نهر دجلة دون معالجة، رقم كبير جدا ورقم حقيقة ينذر بمؤشرات خطيرة. يعني شاهد التقرير حقيقة بكثير من المعلومات. يعني بما أنك في بداية الحلقة ذكرت مصادر التلوث بالمياه العراقية وتكلمنا قبل ما نبدأ بهذه الحلقة، أريد أعرف اليوم الأكثر ضرراً على المياه العراقية، إنه الأسباب أو التلوث الأصعب على المياه العراقية، هل من المستشفيات، من موضوع المصافي النفطية، من المصانع، من شنو أكثر شيء يعني يأثر اليوم؟ كلهن أستاذنا الغالي. نعم. كلهن، كل واحدة تحمل نوع تسمم للمياه، إن كان من مستشفيات صحية فهي تحمل بقايا الأشلاء من العمليات وال الدم وغيرها وغيرها، واللي هي ما مات بها فيروسات وبكتيريا وممكن تسبب امراض. اللي تجي من الكهرباء والنفط هي معظمها من الدهون ومن عناصر ثقيله بالتربه بالماء اللي ممكن تسبب مشاكل بالنسبه للانسان اذا تراكمها. صحيح. بالنسبه للفناديوم وغيرها وغيرها، ان كان عندك بال
محطات معالجة مياه الصرف الصحي، أيضا هاي محطة معالجات الصرف الصحي إذا ما اشتغلت بالشيء المطلوب كفاءتها راح تقل، وبالتالي شكو من 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 بكتيريا من برازيات وغيرها وغيرها اللي هي ناتجة من صرف الصحي مال الإنسان راح تروح رأسا للنهار إذا ما تلحق تسوي تعالجها وتحولها إلى حمأة. ما تلحق لأن المحطات كبيرة والقصد المحطات صغيرة الحواض مالت المعالجة اللي ممكن تتحول إلى هذه السموم إلى حمأة ما تلحق، وبالتالي جزء أوفر فلو من هاي مياه الصرف الصحي راح تنزل للنهر، وبالتالي تحمل أيضا البكتيريا والجراثيم والبرازيات. إذا هو مختلف نقول تلوث كيميائي من بقايا من نفط وغيره بالمصافي والكهرباء، نعم. ودهون عندنا اجزاء المريض وملوثاته واجزاء يعني الاحشاء اللي ممكن تطلع من عملياته وغيرها وغيرها، ممكن الادويه الاكسباير اللي منتهيه، هاي كلها يعني خلينا نقول يعني تصبح هاي يعني مخلفات خطرة. نعم أستاذ أنعم، زائد قلت لك ما متوفر من المتبقي من المياه الصرف الصحي ما يحمله من برازيات وغيرها وغيرها. أستاذ أنعم خلي اليوم نتوقف ب هذا، الآن ما حكيت على المبازل. نعم طبعا. نرجع أكيد على المبازل. اليوم مثلا مياه الصرف الصحي اللي تخرج اليوم من مثلا من أي دائرة خدمية لازم تروح وحدات معالجة وبعدين المياه تروح للنهر، ولكن شنو حق اليوم؟ أيه. احنا صار لنا عشرات السنوات نسمع انه بعض المؤسسات او المستشفيات ترمي اليوم نفاياتها الطبيه، نعم. في نهر دجله. شنو المبرر؟ هذا موضوع احكي لك، يعني نفس الكلام اللي قلت لك اياه قبل شويه ما يحيد عنا بنفس الدائره. انا عندي مؤسسه صحيه هسه ناخذ على نظر اعتبار مدينه الطب اللي هي تي 1 يسموها. هذه تطرح وين؟ تطرح على قناة مجاري، ما تطرح هي للشط. قناة مجاري تيوان تروح يعني معظم مستشفياتنا احنا بغداد الكبيرة والصغيرة. مياه مالتها من تعالجها تطرحها لي وين؟ إلى الأنابيب محطات الصرف، يعني ما تطرحها قبل للشط ولا للشارع ولا أي شيء، على حسب المحدد مالته. اكو عندنا محددات بالتصريف المياه، المياه اللي تصرف للمجاري شن هي، واللي تصرف الى المبازن شن هي، والتصرف الى النهر المباشر شن هي. نعم. المصرفة الى المجاري لها محددات معينة، هذه المحددات معظم مياه المؤسسات الصحية عابرتها لهذه، وبالتالي من راح تصرف الى انابيب التصريف الخاصة بالمجاري، اوكي هي اكو مجاري فرضنا انه ماكو فد يعني اوفر فلو بالموضوع مش المي هيجي، بس من راح تروح للمحطات نفسها ما راح تواجه نفس الامكانيه خلينا نقول بالتعقيم او بالتصفيه لما كانت نوع المياه المطلوب تجيها. نعم فهمتك. اي نعم. يعني المفروض انت من تطلع من المجاري مال اي مؤسسه صحيه هي معالجة عرق المعالجة أولية بحيث أنه مما يؤهلها إلى تنطرح إلى مياه التصريف الصحي، قناة التصريف الصحي، لأن قناة التصريف الصحي عندها محددات مو شنو تعقم أو تفصل خاصة الدهون ما دهون ما شنو شغلات وتروح، وبالتالي هناك تصفى. الدي يصير باي مؤسسات صحية لا الكمية ولا النوعية للساعد، كمية عالية أكثر من إمكانية البايب، وبالتالي وين يودوه؟ يصرفوه إلى بايباس للنهر. أها مباشرة. أي لأن هو أساسا ما يتحمل البور، يطلق الشبكة، شبكة مصممة على مياه معينة. إحنا نشوف المؤسسات الصحية يعني صار بها توسع كثير في استقبال المرضى بالفترة الأخيرة، يعني هي من سنة 70 مدينة الطب صحيح يعني ما كانت يعني مصممه لاستيعاب
قد يكون 200 سرير 400 سرير، يعني ما حافظ هاي الارقام. نعم. يا ابو وزاره الصحه هذا فرض يعني. فرضا يعني بده يصير انه الراقدين اكثر، نوعيه التصاريف مالتهم بده تختلف، نوعيه العمليات بده تختلف، وبالتالي التصريف مال هذا الانابيب مال المياه صح ده يروح للمجاري، بس من مرات المجاري تقبط ما تقدر فتفيض منها للشط. نعم. هذا شيء. والشغله الثانيه هم زادت كميه وهم نوعيه المخلفات هم تغيرت، يعني لا الكميه بدات تستحملها البايب لاين مال الصرف الصحي ولا نوعيه المياه. على فرضا مشينا وصلت للمحطات التأهيل أو التصفية، نعم، اللي بالرستمية وغيرها، قد يكون هناك ماكو إمكانية كافية نعم أستاذ، نعم أكيد، للحمى وغيرها في تخليص من نعم. أحبة المشاهدين، أيضا عندنا فيديو يوضح ما هو تلوث المياه. كثير من الناس أنه ممكن يشوفون تلوث المياه هو فقط مياه مجاري ودخلت إلى الشط، ولكن أكو حقيقة كثير من الأنواع ويتكلم بها أستاذنا العزيز على حول هذا الموضوع. خلونا نشاهد هذا الفيديو وراجعين. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين ومكملين حلقتنا لهذا اليوم. أستاذ أنعم، بالرغم من كل هذه المخالفات والتجاوزات واللي حقيقة بمختلف المؤسسات الحكومية وحتى الأهلية، أين دور وزارة البيئة من فرض عقوبات من شكاوي من غير أمور؟ دور وزارة البيئة بهذا الموضوع. دور وزارة البيئة يعني قبل كل شيء ويجب أن يعلم كله هو دور رقابي، عندها تعليمات، عندها محددات تمشي عليها، وعندها إجراءات قانونية. وزارة البيئة ممثلة بمديريات البيئة ببغداد المحافظات ما تألو جهدا أبد من الكشف عن مصادر التلوث، ومشخصة وموثقة بكتب رسمية لهذه الجهات. ياب انت يا جاي ترى جينا فحصنا بهاليوم لقينا المخلفات اللي تطرح النار دجله هل قد عبر المحددات. نعم. وعليه تبدا اجراءات عقابيه، اجراءاتنا العقابيه تبدي من غرامه الى انذار. غرامه او انذار، اول مره العفو انذار، نعم، ثم غرامه ثم غلق. زين، فرضا اذا كان المتجاوز انه مثلا مصفى نفطي حكومي شلون تغلقوا؟ هي هاي المشكلة. بدنا نوصل بالانذار. معظم هاي الاجراءات العقارية بس نقدر بيها على القطاع الخاص. القطاع الخاص سهل قادرين عليهم، يومية شرطة بيئية وغالقيهم. كور صهر مع الطابوخ هاي كلها. الحكومية استاذي توصل تنطي أول مرة انذار 10 أيام ورا الانذار، تروح تزوره مرة ثانية تشوف نفس المخالفة تغرمه. من يوصل للغرام؟ دولة بدولة. تتراكم الغرامات. يعني مره من المرات قبل 4-5 سنوات وزاره البلديات سوت اجتماع ويا وزاره البيئه دي تريد تطفي هذه بالمليارات، ما تدفع طبعا. نعم. لان جهه حكوميه بجهه حكوميه ما تدفع، ما هي مو تدفع لنا، تدفع لوزاره الماليه. هاي الغرامات تروح لوزاره الماليه مو لنا. نعم. لو احنا كان صرنا اثرياء. نعم. هذه الاجراءات العقابيه اللي هو نقولها الانذار ثم الغرامه ثم الغلق. طبعا لا تفكر بيه، ماكو احد يغلق مصفى ولا محطه كهرباء، ماكو شيء. يعني ماكو هذا حقيقي، خاصه للمصانع الحكوميه، للمصانع الحكوميه. ساد انت مكاني وانا مكانك، ممكن تسد محطه كهرباء جنوب بغداد اللي هي تشتغل وما موفر كهرباء، تقدر تصد مصفى الدوره ويصعصر البنزين؟ ما ممكن، اكو شغلات ما ممكن. وما تقدرون تسدون مثلا مدينه الطب اذا تجاوزت؟ لا يا ابا من اقدر، ليش اقول لك اياها؟ اقول لك اوصل لحد الغرامات ما يدفعون، لو يقسطون اياها لو يعني صعبه الاجراءات العقابيه. الحل شنو؟ الحل مفروض احنا بال 2016 اكو استصدرنا قرار من مجلس الوزراء. نعم. اسمه 427. 427 هذا قرار كلش مهم، لو كان طبق بحذافيره او لو كان يطبق بحذافيره. هذا قرار شنو؟ يتعامل مع المنشآت اللي اقيمت قريبه من الناس وعندها مصادر تلوث كبيره بحيث انه ما تقدر تنقل المنشأ هذا توديه برا،
للمصفى الدور او شيء. صحيح. هذا القرار تتعامل به ان نسوي لك تقرير اثر بيئي يعدل كل وحدات المعالجه. نعم. العفو. نعم. ان كان انبعاثات غازيه وان كان مياه. ويرتبها بما يفهم انه زيرو ايميشنز يعني انبعاثات قليله وماكو تصريف، ماكو تصريف بعيد عن المحددات. انت تأهله تساعده، هو يأهل نفسه، تنطيه فرصه، انت توفر له سنه او سنتين تعفيه من هاي الاجراءات العقابيه، وتقول له يابا رتب نفسك، عندك هاي الوحده وهاي الوحده وهاي الوحده، اهل لي اياها، بهذا تصير كانك قاعد بنص البيت بنص المناطق السكنيه وما تاثرته لا انبعاثات غاز ولا بخار ولا تصريف ولا. ممتاز. خطوه هواية فهموا هذا القرار شكل، ناس تقول هذا معرقل، ناس تقول هذا مو معرقل، هذا ناس تقول راد لهم فلوس، زين انت ما يخالف، انت هذا القرار يسمح لك يستثنيك من اجراءات عقابية بس خلال هذه الفترة اهل لي اياها، سويها مثل ما انا اريد، وفقط تقارير اثر بيئي وهذا. هم يرجع يقول لي انا اذا اهلت لك اياها هيك وهيك وهيك، يعني هم دا اصرف فلوس. زين اذا انتهت الفرصة، يعني اذا انتهت الفرصة، اذا انتهت الفرصه اللي انطيتني اياها ترجع تعاقبني؟ اقول له طبعا ارجع اعاقبك. يعني المشكله انه كل شخص ده يفكر بمصلحه مؤسسته الخاصه. اي بالضبط بالضبط استاذ، انا ما اريد احكي كثير بموضوع السياسه، بس اللي دا اشوفه ان الجهات القطاعيه مهما تحاول البيئه من تسوي او تجي وياهم، شلون تقول للواحد يابا على كيفك انا اسوي لك اياه، ما تلقي فد الاذن صاغيه من الجهات القطاعيه الكبرى اللي هي النفط. نعم. والكهرباء. يعني استاذ انا مان عندي على طاري مثلا مصفى الدورة. أيه. يعني عندي انا بعض الاصدقاء هوايتهم صيد الاسماك، لما يصيدون الاسماك و ياكلوها كلها ريحة نفط. عبارة عن نفط يعني. طعم النفط. ليش؟ لان الاطلاقات المائية مال الصرف الصناعي. نعم. مال المصفى وتبديل الدهون وحدات صيانة كلها دا ينشمر للنهار. مفروض قانصات زيوت، وحدات معالجة، ما يطلع. ما نقول زلال بس مطابق للمحددات اللي تقدر تصرف بها. نعم. اي خلي طبعا احبت المشاهدين، قبل عده اشهر تقريبا 8 أشهر 9 أشهر برنامج فضل اللي يعرض على قناه الايام الفضائيه خصص حلقه كامله على تلوث المياه العراقيه، راح نستذكر بعض تصريحات المسؤولين حول هذا الموضوع. خلينا نشاهد الفيديو الاول وراجع. المخلفات البيولوجيه يعني بشكل عام ملوثاتها يعني كلها تروح بالكلور، يعني هو قاتل يعني للمعقم لجميع الانواع مال وهذا يعني طبعا بعد الفحوصات يعني بعد ما نتاكد من عندها حتى نشوف قد نسب الكلور اللي نطرحها بالماء حتى بس بنفس الوقت اكو فالتزامن ما بين اكو طرح بعض الفضلات يعني بدنا نشوف احنا تصير عندنا مثلا بقع زيتيه مثلا تجينا هاي الملوثات الكيميائيه اللي احنا نتبلغ من مكانات يعني بعيده عنا، من نتبلغ ان يعني عندنا احنا احزمه لصد هذه البقع، مع هذا حتى خاف اكو يعني احتماليه دخوله يعني لو ثنا الفلاتر فنضطر نطفي في بعض الاحيان نشوف كتل يعني او يعني فد موجه مال بقع زيتيه او حتى هاي اللي قلت عليها مثلا من اماكن معينه تجينا فد لون غريب فد طرح ماده يعني بشكل كبير، طبعا هي نسبه الى حجم النهر وهذا فد شيء لا يذكر اكو قسم منها يعني من هاي المواد، بس من يعني كميه قليله مالت النهر يعني مستوى يعني تبين في بعض الاحيان نضطر نطفي المشروع مشاريعنا حتى ممكن تسبب انقطاع لا لحين ما تمشي يعني فد اي وقت قصير اي ونبلغ المحطات مالتنا من محطه لمحطه نبلغ، يعني هاي واحده من العلاجات الضروريه مرات احنا نعتبرها. رجعنا وياكم احبتي المشاهدين. استاذ انعم يعني مدير عام دائرة مياه بغداد يقول لك لما نشوف بقع زيتية نطفي التصفية مالتنا نعلم لحد ما تعدي، يعني دعبالك شيء مرعب دا يشاهدون من بعيد. التحديثات للتصفية نقدر نقول او البيبات مثل ما انتم تصفوها انتم اصحاب الاختصاص،
يعني سنوات وسنوات مرت، اذا نقدر نقول 30 35 40 سنه. هل من الدوله المنشئه لهذا الشيء افضل دوله ممكن نستورد منها؟ ممكن اي خبره نستفاد من اي دوله؟ ليش ما تحركنا على هذا الموضوع واحنا اليوم نحكي على بلد ميزانيات انفجاريه كل سنه؟ انت تقصد استاذنا على يعني انابيب التصريف الصحي، يعني على لا مو الاونلاين لو شنو لين هذا المياه. موضوع البرك الزيتيه ايه، هذا طبعا هو يعني مضطر الرجل يوقف لسبب واحد، انه جميع مشاريع مياه الشرب ما تحوي على ازاله زيوت. اها، مجرد تزيل الاتربه والاوسخه والكدره وتعالج بعدين تخلص من الكدره وش يسمونه وتضيف الكلور وتطلق للشبكه. موضوع الموضوعين اثنين هن الاملاح، ما تقدر تسيطر عليها مشاريع مياه الشرب، ولا الدهون. الاملاح ايضا يعني ملح بنهر دجله مثلا 800 تي دي اس فرضا، يوصل هاي 800 تي دي اس بالبايب لاين يوصل، ما يعني لانه ماكو في الطريقه لزات املاح، ماكو من منظومات ار او او غيرها تقلل التملح. وهذه المشاريع اصلا مصممه من كان المي بنهر دجله مي صافي، يعني تقريبا 300 400 200 تي دي اس تغيرت الوضعيه. مع ذلك الناس هم قاموا يتحكمون ياخذون المي ويدوا معامل ار او ويجيبون مي يعني يكون قليل الصوديوم بي. وبالتالي الزيوت نفس الشيء، الزيوت ما يعني هيك محطات ما مؤهله لانه تقنص الزيوت، ما في قنصات للزيوت، لان يعني اساسا ما تعتبر انه نهر دجله راح يصير به بقعه زيتيه، واذا صار به غرق او شيء يصير استشعار عن بعد ويوقفون هذه المشاريع لحد ما يحوطوها بالبومز الانابيب هذه وتسحب هذه البقعه الزيتيه وتحرق، واكو طرق اخرى لها، ثم يعاد فتح مياه الشرب. جيد. أيه؟ بما انه فتحنا موضوع مياه الشرب، يعني قبل كنا نشرب من الحنفيه مباشره. نعم. جيب المي خليه بالثلاجه واشربه طبيعي. حاليا ماكو عراقي يشرب من الحنفيه. ماكو. السبب شنو السبب؟ السبب استاذي نرجع موضوع المياه السطحيه الانهر. أيه؟ بغض النظر عن الكيمياويات خلينا نقول المخلفات الصحيه مال الصرف الصحي والسموم، الاملاح الموجوده بالمي ايضا غير صالحه. يعني انت تعرف مياه الصوديوم، ايونات الصوديوم هو من ايونات يعني غير صحيه بالمي، ترفع الضغط. نعم. ايونات الصوديوم، بينما المغنيسيوم او الكالسيوم يكاد يكون اكثر صحيه. المي بيش حاله هو باملاح، املاح كاتيون وانيون، يعني ايونات موجبه سالبه والموجبه والايات الموجبه. استاذ انا عم اسال المواطن او المشاهد، بس اسمح لي اخلص هذا. نعم. اتفضل. هذه المياه سابقا بالعراق النهر نقول يرتب نفسه، ايش قد يصير من املاح يمر به منبازل، بس النهر اطلاقاته قويه، الفلو مالته عالي، يرتب نفسه وبالتالي يخفف من نسب الاملاح. اللي دا يصير هسه فوق كل هذا التلوث المياه دا تنزل، يعني الاطلاقات من دور الجوال دا تقل. نعم. وبالتالي المي اللي يمر بمجرى النهر ضعيف، ما بي قوه جريان، يعني ما يقدر حتى يرتب روحه من هذا الاملاح، وبالتالي راح تزايد زاد الاملاح والعناصر الثقيله وغيرها وغيرها وغيرها. قلت لك هو ايضا يعني مجرى النهر لازم ان يكون الاطلاقات ماله. نعم استاذ، خلي نتوقف بنقطه. اليوم تكلمت على مخاطر الاملاح بنهر دجله مثلا او الفرات، يعني بس اكو دول وصلت مرحله انه تنقي مياه البحر اللي ارقام الاملاح بيها اضعاف. صحيح. لا صحيح. اي بس يعني انت هاي ممكن تسوي هسه بالبصره. نعم. بس يعني مثلا حرامات بالوسط وبغداد وبالوسط انه تلجا للار او، قد تلجا للار او بالبصره، لان اولا هو تقريبا المياه راح تصير مصب المياه دجله الفرات مال العراق كله. نعم. وش بيه من اوساخ، وش بيه من مبازل، وبالمناسبه المبازل ايضا زيد الاملاح. نعم.
يعني تسحب الملح من التربه. بما ان ذكرت ان المبازل قلت اريد اتكلم عن خطوره المبازل، شنو خطوره المبازل؟ المبازل هي المبازل اكبر غلط انه من المبزل ورا ما يعني ينشا ان يصير تصريفه للنهر، لان هذا المبزل يحمي الكيماويات مال المبيدات والاسمده، يحمل الاملاح، املاح مال التربه. هو ليش اسمه مبزل؟ دي يحول التربه المالحه الى تربه عذبه، فيحمل كل الاملاح وياه. وين يروح؟ لو يصب بنهر النهر الثالث صح اللي هو اللي يروح للبصره، نعم، لو يروح يعني الى مثلا انهر مثلا. مره شفت بابل اي محطه مال مياه شرب دي يسووها المخلفات مالتها الى الى مبزل، والمبزل هو يعني هو صح مو مبزل كبير او نظامي، لا اسمه مبزل، يعني صح يتلاشى بس ما يتلاشى نهائيا، هم يروح مصدر يوصل شط الحلة. نعم. بموضوعة المبازل انه اقرار حقيقة تجربة عشتها، انه صورت حلقة ميدانية لمربي الاسماك فترة من الفترات في محافظة بابل، معتمدين على المياه المبازل. يقول احنا حيرين بين قرارين، اكو قرار خاص من وزارة الموارد المائية تفرض على مربي الاسماك ان يرجع مياه البحيرات الى الانهار. هي مو اسم موارد مائيه، نعم. مائيه والزراعه والبيئه بالضبط. تعليمات مشتركه ثلاثيه، انه لا وزاره الموارد المائيه تقول له انه لما تستخدم مياه البذر ترجعها اي حفاظا على الكميه، بس البيئه تفرض عليهم انه ما يرجع لان بيها كيمياويات وبيها يعالجها. يلا يرجعها، شلون يعالجها؟ هو يقدر يعالجها، شلون لازم اي طريقه يعالجها ابو البيئه استاذي من ينطي موافقه الى قفص اسماك من هاي طريقه الاقفاص العائمه يبيها المي تدور. هذا طبعا هم راح ياثر على المي، لانه العلف مال الدجاج بمواد علف الاسماك، العلف الاسماك العفو، نعم، بمواد تساعد على الاثراء الغذائي. الاثراء الغذائي شنو هو؟ اكو بالنسبه لبعض العناصر بالمي فوسفور خاصه يسبب اثراء غذائي. اثراء غذائي شنو هو؟ راح تعيش عليه طحالب. وبالطحالب هاي الطحالب شو يسوي؟ راح تاخذ الاكسجين المذاب من كائنات الحيه الاخرى اللي هي الاسماك، وبالتالي تموت الثروه السمكيه. صحيح. او التنوع الاحيائي راح يختلف التوازن مالته. نعم. لذلك اكو نوع من المعالجات يسموها للمياه معالجه ثالثيه، التخلص من الفسفور والنترات. هذه لانه هاي تساعد على الاثراء الغذائي. القصد هسه نجيب هذا الموضوع، لازم اذا تسحب مي وترجع مي، هذا نظام الدوار، نعم، المغلق الدوار يسموه، نعم، لازم اكو معالجه به. فهمتك. المي اللي ينسحب يتعالج ويرجع. نعم. طبعا احب المشاهد ايضا عندنا فيديو من حلقه سابقه في برنامج في الظل على موضوع تلوث المياه، خلينا نشاهده. حقيقه مصادر التلوث عديده، ولكن خلينا يعني نوجه البوصله كالاتي. مصادر التلوث كلها من فعل انساني، يعني من فعل بدرايه او عدم درايه. كل النشاطات الصناعيه، كل المنشات او كل الانشطه اللي تستخدم المياه بصوره مستمره، هذه الان مطالبه حقيقه انه تعالج او يعني تعمل على تدوير المياه، تعالج المياه اللي تستخدمها بدل ما تطرحها هي ملوثه الى النهر. فجميع الأنشطة من مستشفيات، من مصانع، من ورش، إحنا استهلاك من زراعة، استخدام الزراعة للزراعة للإرواء، إذن كلها يجب أن ندخل بها ونضع تقانات وأساليب معالجة حقيقية والسيطرة على التلوث وعدم، وهذا الشيء المهم أستاذنا الفاضل، عدم إرجاع المياه الملوثة إلى النهر، لأنه هذا المي الملوث إلى النهر راح يشرب منه إخواننا اللي بالكوت على دجلة أو بالعمارة وهكذا. فبالتالي راح ازيد الضغط على محطات التصفيه الموجوده بالكوت او العماره انه تعالج ملوثات جديده اضافيه في اغلب الاحيان، غير مؤهله ان تعالج هكذا كم هائل او تراكيز عاليه او احمال عاليه من التلوث. رجعنا وياكم احبه المشاهدين. استاذ انعم، اليوم مسؤوليه كبيره تقع على الجهات الحكوميه، اليوم نتكلم على راس السلطه التنفيذيه كرئيس وزراء وكوزراء، لان حقيقه موضوع تلوث المياه ما يخص وزاره معينه، يخص الكثير من القطاعات، وزارة نفط، وزارة زراعة، وزارة موارد مائية، وزارة بيئة، وذكرني بعد بوزارات وجهات أمانة العاصمة وغيرها من الدوائر البلديات بمختلف
ليش ماكو لجنه وطنيه مشتركه تحل هذا الموضوع؟ استاذ هي عفوا اكو مجلس حمايه تحسين بيئه الاتحادي اللي هو مجلس على مستوى عالي يرأسه وزير البيئه واعضاء به من كل الوزارات. ممتاز. هكذا مشاكل او مشاكل مشابهه لها من اكو استعصاء في حلها تطرح عن طريق هذا المجلس، يا دول يقعدون يناقشون به. اي لا، اضافه الى هذا كله اكو اكثر من امر ديواني بلجان بامر ديواني لموضوع حل موضوع المياه، وخاصه اللجنه الاكثر شهره هي لجنه الامر الديواني 99 من كان دكتور نزار العلوان وزير الصحه والبيئه. نعم. كان هو يرأسها بهذا الحكي بال 2019. فلا زالت هاي اللجان ولا زالت تجتمع ولا زالت تقدم التقارير الووتر اندكس وغيره وغيره لرئاسه الوزراء. هسه وزاره البيئه هي منفصله ومرتبطه بالدولة؟ هسه انفصلنا احنا. انفصل. تحسون ان الانفصال كوزاره متخصصه في يعني بعملها افضل من الدمج مع وزاره الصحه؟ طبعا طبعا. عندكم حريه اكثر؟ طبعا خاصه من الناحيه الماديه. اها كتخصيصات ولو هي يعني الناحيه الماديه يلا بدينا نلمسها من الموازنه الجديده. صحيح. اللي بعدها ما وصلت من الدوائر. بعد ما وصلت اي بعد اكو دوائر وصلت وما وصلت. من هذه وفوق اعتقد راح يصير في شبه انطلاق لاعمال الرقابه البيئيه، لان البيئه رقابه مونيتورنج سيطره ورقابه والزام. نعم. الاجراءات العقابيه يعني احنا نحظو باتجاه أن يكون هناك قضاء بيئي أو قاضي بيئي. بالضبط. أنا أريد أسألك يعني فترة بيئي. من الفترات أيه. وزارة الموارد المائية كان عندها صفة قاضي مدير المياه بالمحافظات، تتمنون هذا الشيء؟ نحن نتمنى أتكون. وإحنا موجودة ترى بالمحاكم أكو قضاة بيئيين، بس شنو أستاذ يعني ما يحل مشاكل مثلا بين الجهات القطاعية الكبرى، مثلا يحل مشكلة مواطن حاط برج مال الإنترنت ومشتكين عليه الجيران ويطلع ابو وزاره البيئه يشوف انه هذا يشتغل وفق اعلى من القدره من وبذلك يروح للقاضي، والقاضي يستدعي فريق بيئي. يعني كروتين يعني لا مو بروتين، وانما لقضايا بسيطه. احنا اللي نطمح له القضاء البيئي اللي يفصل. صح. ما بين وزاره نفط ووزاره بيئه بين وزارات. نعم. إيه؟ بين مؤسسات يا بينتو يا نفط، هذا حرق الغاز المصاحب بده يصير بالبصره، جو البصره ملوث مو طبيعي. طبعا يا بتعالوا منه يا شركات شيل اكسبان موبايل بترو تشاينا، يعني ما تقدر تخلي ذولا تحت المحاكم الا. نعم. اذا عندك قضاء بيئي وقوي مو على هاي المشاكل البسيطه. طبعا خلينا قبل ما نخلص الحلقه، للاسف يقل وقتها وما بقى لنا الا دقائق معدوده. طبعا حبيت المشاهدين مثل ما نتكلم ونتغنى واشعار بدجله والفرات ومكان التقاها في قضاء القرنه، اللي للاسف لو غير دوله عندها هذه النهرين وهذه المنطقه يمكن تقدس هذه المناطق، ولكن للاسف خلينا نراويكم قضاء القرنه اللي يلتقي بها هاي النهرين العظيمين شنو حالتها وشون تصريف مياه المجاري بها. خلينا نشاهد هذا الفيديو المؤلم وراجعين. رجعنا وياكم احبتي المشاهدين بعد هذا الفيديو المؤلم اللي شاهدناه. تحب اي اضافه استاذ انعم؟ احنا الاضافه احنا يعني كل ما نطلع ببرامج ونسال تقريبا اجوبتنا يعني ثابته، وهي هذه عدم قدرتنا، عدم هذا اجراءات عقابيه وما حد ينفذ لنا مناشدات. بس اكو شيء يعني نقدر نقوله يعني عن طريق التوعيه البيئيه بصورة عامة. أنا أتكلم إذا وقتك يسمح. أقل من 30 ثانية. الوعي البيئي عند المواطن العراقي صفر، لا حد يسأل من عندي أتفق. أو جو الصفر. لذلك يتطلب دور مو عامة يعني أكو بعض. لا عامة أنا اللي يربط بمنطقة المنصور أو السيدية مجاري مات على مال أمطار على مود السهلة، وبالتالي مات المخلفات تروح ويا أمطار للنهر، هذا شو نسميه وصارت يمنا. هذا وعي عندنا للاسف. نحتاج توعيه، دائره التوعيه واعلام البيئه في وزاره البيئه. يعني احنا بالرغم من كوادرها القليله امكانياتها القليله، لكن هي ما تألو جهدا في اقامه حملات التوعيه. نعم. من تلوث المياه، هدر المياه، تلوث الهواء،
والتغيرات المناخية هي جادة بين فترة وفترة أنه تقيم هكذا حملات وندوات لمستوى الناس البسطاء. نعم. ندوات لأصحاب القرار وهكذا. كل التحية والشكر. نعم. لك الأستاذ أنعم ثابت، المهندس أنعم ثابت، معاون مدير عام دائرة التوعية والإعلام في وزارة البيئة، على كل هذه المعلومات شكرا جزيلا. ربي يخليك. الله يحفظك. يعني فدتكم؟ طبعا أكيد أكيد, أكيد. مو مجاملة؟ لا ربي يخليك الله يحفظك. طبعا أحبتي المشاهدين، لهنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من موضوع تلوث المياه، اللي للأسف يعني اليوم يشترك بها المواطن، يشترك بها الجهات الحكومية، القطاع الخاص، كنا مذنبون بهذا الموضوع، علينا علامات تعجب واستفهام وأصابع الاتهام تشير على الكل، اللي حقيقة غياب وعي تام عن هذا الموضوع. إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، نلتقيكم بحلقات أخرى، إلى اللقاء.